وين كنتي؟ كنت بالصالون. متأكدة إنك كنتي بالصالون؟ شبكي ماما؟ مالك بالعادة تحاكيني هيك؟ هلا أنتي بالصالون ولا كنتي عم تلحقي هذا يلي اسمه سليم؟ مين قال لك؟ جاوبيني، صح الحكي؟ صح. ليش؟ شو ليش؟ أنتي عم تسأليني ليش؟ أنا راح عمري كله، ما في حدا قدي بالعالم انظلم، وعم تسأليني ليش؟ ومفكرة إنه هيك بترجعي عمرك ولا سنينك يلي راحت؟ أنا ما بدي رجع عمري ولا سنيني اللي راحت، بدي سنيني اللي راحت ما تكون راحت على الفاضي. بس أنتِ هيك عم تروحي سنينك يلي جاية، ويمكن تروحي ابنك معك، لأنه هذا الرجال إيده طايلة وما رح تنفدي من بين إيديه، لا أنتِ ولا كل شيء بخصك. هذا الرجال بالذات رقبته صارت بإيدي ماما، ماسكة عليه قصص ما رح تخليه يعمل لي شيء. لك مشان الله اهدي اهدي، وحاجة تخوفيني، مشان الله حاجة تخوفيني. هي ابنك رجع لحضنك، انبصي فيه، انبصي بأيامك يلي جاي. ماما بوس إيدك، بس افهميني أمي، خليني أخذ حقي وحق ابني. حقك وحق ابنك سلمي لرب العالمين، وهو ما بينساكن لأنه هو المنتقم الجبار. المهم أنت تنسي، انسي أمي، انسي وعيشي حياتك من جديد. انسي ونعم بالله أمي، خليني أعرف أخذ حقي. تصبحي على خير. يا ربي يا ربي. جاهز؟ إن شاء الله. يسعد مساكم متابعينا وحبايبنا. أول شيء بدي أتشكركم على المحبة تبعكم وعلى الأسئلة، بس الحقيقة بدي جاوب على أكثر سؤالين تكرروا، إنه هو مزبوط أنا كنت بالحبس، وإنه مزبوط أنا متحيز ضد الجنس اللطيف. الحقيقة بالنسبة للسؤال الأول، إيه أنا توقفت يومين بسبب دعوة رفعتها علي سيدة، وطبعاً معها كل الحق،